السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده اخبار الزمالك، النهارده الاربعاء 5 ابريل، واول خبر معانا الهزيمة السادسة للزمالك في الدوري المصري. الصراحة بصرف النظر عن الهزيمة، المباراة كانت ممتعة ومثيرة، ونجح فريق المصري البورسعيدي في عمل ريمونتادا على الزمالك، ريمونتادا هايلة. يعني الزمالك انا مستغرب، انتم متقدمين 2-0 في وقت مبكر من الشوط الاول، يمكن هدف في الثانية 13 وهدف في الدقيقة 21، عاوزين ايه تاني؟ يعني لعبة الزمالك عاوزة ايه تاني؟ انت بادئ المباراة متقدم 2-0 اهو، عاوز ايه تاني؟ واستبشرنا خير وقلنا، لكن نفس سيناريو ماتش الزمالك والمريخ، برضو تقدمنا 2-0 ورجع المريخ اتعادل وتقدم 3-2 وبعدين كسبنا 4-3 في الاخر بمعجزة. مش كل مرة هيحصل بقى فينا كده؟ تعبنا والله، والله تعبنا. احنا اتقدمنا 2-0 خلاص، ده الماتش المفروض يكون خلص يا جماعة، في ايه؟ ينتهي ان المصري يكسبنا 3-2. المباراة طبعا اتلعبت على استاد برج العرب في الجولة 22 من مباريات الدوري، قصادنا هم ملخصوا اهداف المصري والزمالك، المصري طبعا كسب 3-2. اتفرجوا على الملخص والاهداف، رغم ان احنا تقدمنا 2-0 لكن المصري بهدلنا حرفيا. قصادنا هم ملخص واهداف المصري مع الزمالك، لو عاوز يتفرج عليه موجود عندي في المدونة، هحط الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ملخص يمكن طويل شوية، يمكن معدي 20 دقيقة، لكنه موضح كل حاجة. دفاعنا شوارع، وقلنا ان الدفاع ما بيبدأش من خط الدفاع بس، انت عندك خط الوسط بيعمل ايه؟ الفريق ككل مسؤول عن الدفاع والفريق ككل مسؤول عن الهجوم، يعني وحدة لا تتجزأ. اهداف الزمالك في الثواني الاولى، سجل عماد الدين بوبكر مدافع المصري هدف في مرماه، وبعدين اضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21. وعايز اقول اخيرا بقى عندنا راس حربة، وعقبال بقى بقية المراكز، شكرا ناصر منسي. الزمالك اتقدم 2-0، هدف ناصر منسي قلنا في الدقيقة 21. الزمالك خلاص بقى الماتش المفروض انتهى اكلينيكيا زي ما بيقولوا، لكن رجع محمد جريندو لاعب المصري الناشط ومهاجم المصري الناشط في الدقيقة 25، سجل هدف قلص الفارق ل2-1 وانتهى الشوط الاول 2-1، ومصدقنا الحكم صفر لان المصري مضيع فرص كتير. الزمالك كسب الشوط الاول لكن الاداء مش قوي. بعد كده اسلام سليمة احرز الهدف التالي للمصري وهدف التعادل في الدقيقة 61، ونزل البديل عبده يحيى، اعتقد ده كان بيلعب في غزل المحلة، سجل الهدف التالت للمصري في الدقيقة 87 لتكتمل الكارثة. المصري كده بقى عنده 31 نقطة، والزمالك بقى عنده 33 نقطة، الزمالك في المركز الخامس والمصري في المركز السابع. بتعجب وبستعجب، يعني قائمة المباراة الزملكاوية شملت أسامي، في أسامي يا جدعان، الواحد هيتجنن، في أسامي. محمد عواد ما هو اسم، محمد صبحي في حراسة المرمى، بس مستواهم منخفض، هما الاتنين بيدخل فيهم بالجنين والتلاتة كل ماتش، إيه الحكاية دي؟ المفروض حارس المرمى بيشيل الفريق، بس الفريق كله في حالة لا يرثى لها زي ما بيقولوا، حالة صعبة مش عارف في إيه. عندنا في خط الدار عمر جابر، ده مش المفروض لاعب دولي؟ مستواه كده ليه؟ عامل ليه كده؟ الونش رجع من الاصابه، مش هو الونش اللي احنا نعرفه. حسام عبد المجيد ما لعبش، برضه مستواه متراجع حتى لو لعب. محمود شبانه كنا بنامل انه يظبط الدفاع، مفيش فايده برضه. في محمد طارق ناشئ كويس، عبد الله جمعه لعب الحقيقه، ظهر بمظهر كويس بس وزنه زايد، وبعدين اصيب وخرج، وفي حاتم سكر، وفي رؤى، انا اعتقد رؤى ده مش نافع مع الزمالك خالص. محمد حسام بيسو ناشئ كويس، سيف جعفر مفروض انه كويس، سيد نيمار المفروض انه كويس،
عبد الله محمد المفروض ياخد فرصة، احمد سيد زيزو مستواه متراجع جدا، مش هو ده زيزو اللي الواحد يعرفه، محمود عبد الرازق شيكابالا يعني نزل كبديل، احمد بالحاج مش هو ده احمد بالحاج اللي كان مع عصوان، مصطفى شلبي اللي محتل الجناح الايسر، ولاعيبة المصري سايبينه عشان عارفين انه قلما انه يعمل حاجة، يعني لازم ياخد الكرة ويرقص ويعمل، بس هو يعني مستواه برضو شهادة لله تعالى، يعني هنقول الحق برضو انه مستواه ابتدى يتحسن ماشي. وفي ابراهيم نضاي المحترف السنغالي، وفي ناصر منسي، وفي يوسف أسامة نبيه، في اسامي، يعني الفريق ازاي اقل الفرق بتبهدلك. والله العظيم يعني الواحد عنده شعور، لو مركز شباب قبلك هيبهدلك، فريق من الدرجه الثانيه قبلك هيبهدلك، كل الفرق احسن مننا وافضل مننا. في رايي الشخصي لا، في اسماء. وبعدين انا عاوز اقول حاجه، ما في ناس كانوا برضو غايبين عن الزمالك واسماء برضو، يعني ما هو فتوح اسمه لاعب دولي، الجزائري اسمه لاعب دولي تونسي، مصطفى الزناري، عبد الشافي، محمد عبغاني، المسلوسي، دونجا، السيسي، سامسون كينولا، وممكن في ناس تانية الذاكره مش هتجيبهم، لكن في قوام فريق يا جدعان. في ايه؟ في رأيي الشخصي في قوام فريق، لكن ده مش مستوى، ده مش أداء، مش هم دول اللعيبة اللي يستحقوا لبس شيرت الزمالك. في إيه يا جدعان؟ طب هل المدير الفني الجديد هيقدر يصلح الكوارث دي؟ هو عاوز أقول حاجة، إن مقعد المدير الفني للزمالك دايما مشتعل، عشان تبقوا معارفين يعني ماشي، الراجل في مهمة ثقيلة صعبة يعني، كان الله فوقه. والخبر اللي معانا بعد كده، مرتضى منصور يستقبل رئيس نادي الهلال ومجلسه. امبارح كنا قلنا نستقبله كده، لكن النهارده موجود الفيديو، هو اللي عاوز يشوفه فيديو الاستقبال. طبعا المستشار مرتضى منصور قال لك لو انا استقبلته قبل ماتش الاهلي والهلال كانوا هيقعدوا يقولوا يعيدوا شفتوا بيعمل ايه وجابوا الناس ومعرفش ايه، لكن هو استقبلهم بقى بعد الماتش ما خلص والاهلي كسب 3-0 ورحب بالناس هو والوفد المرافق له برئيس مجلس ادارة نادي الهلال واعضاء مجلس الادارة والوفد المرافق، واستقبلهم وكرموا انه اداله درع نادي الزمالك، وان شاء الله هيبقى في توأمة مع نادي الهلال السوداني. والمستشار مرتضى منصور بيحب يوطد العلاقات العربية ويجعلها علاقات اخوية طيبة بين الفرق العربية وبين نادي الزمالك، وقال كمان انه استقبل وفد نادي المريخ اللي لعب مع الزمالك، وطبعا وفد نادي الهلال كان برئاسة الاستاذ هشام حسن الصباط. الفيديو قصادنا، هو اللي عاوز يشوفه الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هالخبر بقى المهم جدا، خلاص بقى اتأكدنا وتعرف وبقى بنسبة 100%، وهو وصول الالماني هايكو هيرليش المدير الفني الجديد للزمالك. وصل للقاهرة خلاص المدير الفني الجديد ليبدأ بقى مهمته الثقيلة الصعبة، ومقعد المدير الفني في الزمالك دايما مشتعل، وربنا بقى معاه ويوفقه. الحقيقة العقد معاه هيبقى 1.5 سنة، وفي بند بيمنح الزمالك الحق في فسخ عقده تلقائيا بعد 6 شهور في حالة عدم تحقيق الأهداف المطلوبة. المدير الفني الجديد الراتب الشهري بتاعه يصل الى 60,000 دولار، وهيستعين بثنائي اجنبي في الجهاز الفني معاه، وكمان هيبقى موجود مدير كرة مصري وثنائي مصري يساعدوه في الجهاز. طبعا اختيارهم هيتم حسمه خلال ساعات قليلة قادمة، وهيقعد بقى هيرليش مع مسؤول الزمالك في الساعات القليلة القادمة علشان بقى يحسموا مسألة الرتوش النهائية قبل توقيع العقد مع فريق الزمالك. هيدرب الفريق النهاردة عادي جدا، وان شاء الله في مباراة الزمالك والبنك الاهلي هيقود الجهاز الفني يوم الحد 9:15 مساء مع الجهاز المعاون ليه، ربنا يوفقه ان شاء الله.
الراجل ده قلنا في حلقة امبارح بيهتم جدا بعنصر اللياقة البدنية، وانا شايف ان ده خلل واضح جدا في فريق الزمالك، ويمكن ده من اسباب كوارث فريق الكرة. الراجل ده هيموتهم بدني، هيشربهم بدني، هيأكلهم بدني، واحسن مستواه متراجع، وانا شايف عنصر اللياقة البدنية متردي للغاية ومنخفض للغاية، ما بيقدروش، بيبتدوا الماتش ممكن يتقدموا وبعد كده ما بنلاقيهمش. مشكلة بدنية، مشكلة فنية، مفيش تشكيل مناسب. ان شاء الله يكون له نظرة ثاقبة ويضع التشكيل المناسب، ممكن كمان يعلمهم جمل تكتيكية، يرفع من جماعية الاداء في حاجات. المدرب طبعا يا جماعة، المدرب ده مهم جدا في كرة القدم، بدليل مدرب منتخب مصر المدير الفني روي فيتوريا. شوفوا الفرق بينه وبين ايهاب جلال، شوفوا الفرق بينه وبين ايهاب جلال في الاداء وفي النتائج وفي شكل الفريق المصري او المنتخب المصري. فرق كبير بين منتخب مصر مع روي فيتوريا ومع ايهاب جلال. مش عاوز بقى اطول عليكم، وانا عارف ان جمهور الزمالك حزين جدا وزعلان جدا على اللي بيحصل. انتهت اخبارنا النهارده، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لفريق الزمالك والنادي الزمالك والجماهير الزمالك العظيمه. وفي النهايه شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.